لو عايزين نشتغل على موضوع الـ IM 64 او الانتر مايكرو 64 اللي بيستخدم فيه الاي دي تشانل اللي هو الريسيف والسند، وطبعا بيبان الاوت، بس هو الاي ام 64 زي ما هو موجود في الشرح الانتر مايكرو فيه الاثنين تشانل، كل تشانل فيها 8 او بتشيل 8 كوماندات، يعني الاجمالي 16، الاجمالي بتاعها 16. لو انا هستخدم مع الاي دي تشانل فانا لازم هستخدم اي ام يعني 64 مع الاي دي تشانل عشان يجيب لي سيميوليشن للريسيف سيجنال، فلازم في الاول انا اروح اعمله لوب باك، يعني في الاول هنروح، هي كل حاجه موجوده في الكوميشننج تيست، هنروح للكوميشننج تيست اهو، ننزل لحد ما نروح ل التست مود. انا ناسي اللوب باك، انا عايز اللوب باك تيست ليدز تيست ووتر كلوجر تيست، اهي التست لوب باك. نعمل التست لوب باك نعمله ايه؟ انترنال في الاول، لازم نعمله انترنال في الاول. بعد كده ادي الاي ام 64 تيست باترن هندخل جواها، تمام كده. دي الاي شانل 2 8 اوتبوت، والشانل الاولى برضو 8 اوتبوت. ممكن نفعل ده الاوتبوت الاولاني، الاوتبوت ده المفروض ان هو خارج، يعني المفروض انا المفروض الريلي اللوكال هو اللي بيطلعه، بس لو انا عملت تيست لوب باك الاوتبوت الاولاني هيلف ويرجع على الانبوت الاولاني، فممكن اعتبره كريسيف سيجنال. لو عايزين نفعل ده ندوس، انا اسف نغير حالته الاول، ندوس واحد بعد كده ايه كده كده الايه اتفعل، بس نرجع الدنيا زي ما كان، خلي التست لوب باك ديسيبل. ده كده الايه الانتر مايكوم 64 اللي بيستخدم فيه الاي دي تشانل.